هلا شوف شوف يا سيدي اليوم. مرحبا حكيم. هلا خاصرتي من امبارح عما اتصل. ايوه اتصل علي صليل. مو زايدة لاني شايلة ومو الكلية لانه كلاوية ما فيهن شي. انا بظن انه غازات. بقى يا ريت تبعت لي مع منار دواء. صليل لك العالم منين جايب الكلمة هاي؟ مين وعد اللي كاتب؟ ها؟ أبو مجدي. لك يا أبو مجدي أنت أكيد نايم من غير غطاء لأنه ما بيتغطى بالليل. مو بس خاصرته بتصل، حتى بيخسر صحته كلها. لا يشوف الثاني. حكيم الله يوفقك، أنا تعبان، ما في مغز إبرة بجسمي إلا ما عم يوجعني. يمكن قريب بس تقيلي شوي. عم منوها ليكون خالي. ايوه حدو الفران على عيني يا حدو، تكرم عينك. بنشوف فيك لسه. بعت لي اذا بتريد دواء للمفاصل. ركبي عم ينقوا علي نق من امبارح كانه شواكيش عم تضرب فيهم. بعت لي من الحبوب الصفراء اللي عليها خط احمر، عرفتها حكيم؟ هاي الحبوب المقلمة. أبو مقلمة لك مين باي؟ ايوه أم سليم، منيح اللي قلتي حبوب مقلمة مو كرويا. هات لنشوف شو في لسه. ايوه الله يوفقك يا حكيم، بدي حبوب لوجع الظهر وما يأثروا على المعدة لأنه معدتي حساسة، وكمان ما يأثروا على الضغط لأنه ضغطي بيرتفع على طول. مين وهذا اللي بعت لي اياه؟ ابو فادي. يا ابو فادي بدك انت مشفى لحالك. شوف شوف يا ايوه والله تعبت يا حكيم، بدي ارتاح. لكننا بدنا نرتاح يا بنتي، بس امتى بدنا نرتاح؟ ما حدا بيعرف. وهي أحلى زهورات طبيعية لأحلى حكيم. تفضل حكيم. أنت ملاحظ أنه أهل الحارة كلياتهم مرضانين؟ شلون يعني مرضانين؟ رح عدلك إياهم. أبي ياسر معه ديسك، أبو عبده وعنده كلاوي، سلمى هي جارتنا جربانة كل شوي بتروح وبترجع بتاخد دواء للجرب، يعني بتحسهم. لك خراس خراس، عيب عليك. لك ابني أمراض الناس أسرار ما بصير نحكي عنها. بس والله شغلة غريبة يا دكتور، يعني بتشوفهم بالطريق بتقول ما شبهن شي، بالأساس هن كتير كتير مرضانين. عن جد شغلة غريبة. المرض مو بالجسم، المرض هون هون. لما ما بيكون هذا شغال بيكون صاحبه مريض. فهمت علي؟ ايه فهمت فهمت حكيم. ما في دواء للزكاة. العولو ايشو هالزكاة اللي عندك يا منار؟ لك بدي اعرف انا مين ورطني فيك. مين؟ دكتور بصراحة أنا سمعتهم بالتلفزيون عم يقولوا إنه لقوا دواء للزكاة. هو في أبحاث يعني بتقول على إنه اكتشفوا عقار لتعزيز الوظائف الإدراكية العليا للدماغ، بس لهلأ في طور التجربة لأنه ما قدروا يعرفوا شو الآثار الجانبية لإله. يعني دكتور ممكن بعد فترة هذا الحب يصير عنا هون بالصيدلية؟ هلأ أنت ليش عم تسأل؟ شو بدك من هذا الدواء؟ حكيم يعني بصراحة أنا بعرف ناس كتير كانوا مثلي، يعني على البركة درويش، وفجأة طبخهم بتلاقي هاد محامي، هاد قاضي، هاد دكتور، هاد صيدلاني. يعني ما بقصدك، يعني عم قصد حدا تاني. هلا شو بدك تقول؟ فهمني. والله يا حكيم أنا بظن إنه هدول رفقاتي المثلي، يعني درويش، يعني طلعوا على أوروبا والأوروبيين جربوا هذا الدواء عليهم ونجحت هاي التجربة. ها منار يا ابني، هذا الدواء موجود من زمان،
بس هي الناس ما حبت تاخده، بتعرف ليش؟ ليش حكي؟ مشان ما يتعبوا. حكيم؟ عنا منه هذا الدواء؟ وين موجود؟ على انه رف؟ ليكو هذا دواء الزكاة، من وقت اشتغلت عندي لهلا حدا طلب منه شيء؟ حدا جاب لك فيه وصفة شيء؟ لا حكيم ابدا، لانه ما حدا عم يدور على الزكاة غيرك. خذ منه وسف لا تشبع. لا لا منيح منيح هيك دكتور، يعني انا مبسوط بحالي، مبسوط بحالي، بس يعني كنت عم بفتح سيرة بالإذن. ما قلت لك ما حدا عم يدور على الزكاة. مرحبا عم فايز. أهلين سهيل، شو كيفك؟ كيف دراستك؟ إن شاء الله تمام. الحمد لله ماشي الحال. أهلين سهيل. أهلين. ولسه عم تتخانق مع أبوه؟ لا أعوذ بالله أخناق. شو؟ مين خبرك؟ شبنا سهيل، لسه الأسبوع الماضي أنا فكيتك منه، شو نسيت؟ إيه تذكرت، كان خلاف بسيطة. عم فايز بدي منك علبتين حبوب كفرنتين. ممنوع هذا بيعه يا ابني بدون وصفة، أنت معك وصفة؟ إيه معي. وين حطيته؟ يا ابني سهيل، يعني هو السبب لأنه دواء مخدر، فهذا ما بنقدر نبيعه لمين من كان وكيف من كان. هلا بتعطيني علبتين ولا احمل حالي وامشي؟ لا شو تمشي لك، بعطيك خمس علب، شو فرق معي انا؟ بس الله يرضى عليك يا سهيل، اذا صار معك شيء هيك ولا هيك لا تقول لي انك اشتريته من عندي. ها شو راح يصير معي؟ يعني بتعرف هي مواد كيميائيه، ممكن يصير معك ترتفع الحراره شوي، زياده حموضه بالمعده، ما اكثر. اذا حموضه شغله بسيطه. يا مناب. نعم حكيم. هات من عندك خمس علب كفرنتين حسب الوصفة اللي معطيني يا سهيل. بس يا حكيم هذا الدواء خالص من امبارح. ايه بس نطول يهمك حبيبي. يلا لحظة، هلا بنروح سوا على المستودع نشيل الدواء وحاكم انا جعت باكل وشتي وبعدين بتيسر انت. يا منار. ايه حكيم. انتبه على الصيدلية بغيابي. تكرم الله. يلا انشالله. ما قلت لي ليش بدك تتعاطى هالحبوب هي؟ رفيقي نصحني فيه، قال لي بيخلي الواحد مروق ومسلطين وبنفس الوقت رخيص. مزبوط، ما بيخليك بس تروق وتسلطن، بينسيك الدنيا واللي فيها. يا عيني عليك يا عم فايز، ما حدا قال لي صدق غيرك، الكل بيقول لي بيضر وبيعمل ادمان وما بعرف شو. لك لا، ضرره كثير محدود، اسالني انا الصيدلي. تعرف أنا كنت أتعاطى منه وقت كان بيها مرضك. عن جد؟ كنت أتعاطى؟ لا خلاص لا ترفع صوتك، تبضحني قدام الناس. أنا وقت كنت بيها مرضك تعاطيته فترة منيحة، بعدين بعدين شو؟ ليش وقفت؟ مثل ما قلت لك يا ابني هي مواد كيميائية، ازدادت الحموضة معي وتلبكت شوي المعدة. إذا بس تلبك بالمعدة شغلة بسيطة. ايه طبعا طبعا بسيطة، تجاه السلطنة اللي بتعطيك اياها الحبوب. السلام. شرف يا سيد سمي. ليش جايبني لهون؟ بدي اكل وجبتي يا هون. يا رضا جيب لي وجبتي. الله يرضى عليك. وجبتي وجبتي. لك ايه وجبتي اللي باكلها عندكم هون شو قصتها؟ اسرالي فيه الله يرضى عليك، وشوف السيد سهيل شو بيحب يا اخي. مو فنجان قهوة لو سمحت. على عيني. وجبة حكيم المعتادة وفنجان قهوة. شو القصة عم؟ كأنه بتاكل كتير هون لحتى الشباب بيعرفوا وجبتك؟ لك ما قلت لك انا كنت اتعاطى الحبوب هي من لما كنت بعمرك. شو علاقة الحبوب بالاكل هون؟ يعني انا بعدني عزابي ما تجوزت. ليش هي الحبوب بت اي نعم بت وانا ما كنت اعرف، بس لا تقارن مع سلطنة الحبوب بهذا السبب. يسلموا هاي فنجان قهوة. شكرا.
هاي وجبتك المعتادة. تسلم يا رب، حاكم عصافير يعني تأسيني. إن شاء الله صحتين وهنا. يعني ما في. شو هالوجبة هاي؟ بطاطا مسلوقة بدون ملح، وكوسة مسلوق بدون ملح، وجزر، وكاسة غريفون، وزبدة لبن. ليش ما بتقدر تاكل غير هاي؟ لا بقدر اكل شي كتير، بقدر اشرب حليب بس بدون سكر، واعمل شوربة، شوربة كمية كبيرة، بس لا بحط لها لا ملح ولا بهارات ولا بصل. ليش شو معك؟ قول شو اللي ما معك. لك يا ابني يا ابني، ما في شي ما معي، ما قلت لك انا كنت اخذ الراب الصغنى الحبوب من لما كنت بعمرك. ايه بس ما قلت لي اعمل فيك هيك. هذا اشكال بالمعده بسيط، نتيجه المواد الكيميائيه، بس انا تعاطيت منه فتره طويله. ها قديش يعني؟ شي شهرين ونص. شهرين ونص وهرالك معدتك وما خلاك تتجوز؟ ايه بس هي النتائج لا تقارن بالسلطنه. اخي ما عاد بدي سلطين. الله يعافيك. لك وين رايح؟ تعال براعيك فيهم هدول 5000. يا رضا رضا مور حكي، شلي شلي أكل هالمربانين وجيب لي شوية كباب وشعاب وصحن سلطة مرتب على راسي حكي. لكن منيح اللي إجا لعندي، ما راح لعند حدا تاني، كان ضاع الشاب مسكين الله يساعده. هاي خامس واحد بنقذهم. شو بدنا نساوي لك يا رضا؟ واجبنا نساعد الشباب كلهم. بروح جيب لي هالشقف والكباب، خليني حط لقمة بتمي حاكم عصافير بطني زي زايدها. تكرم عينك. اهلا عمي. هلا. خير؟ بدي احب وجع راس. ايه تكرم عينك. يا منار جيب لنا ظرف سيتامول. طمني كيف ادي راستك؟ ان شاء الله السنه بناخذ بكالوريا. طبعا طبعا راح اخذها. تفضل. يسلموا منار. علي صباح الخير. عليكم. كيفك سوري؟ تمام الحمد لله. منار زكعت عينك، اعطيني علبه لزقات طبيه، حابب احطها عندي بصيدليه النادي. تكرم عينك. شكرا. شو القصة سهيل؟ إن شاء الله كل ما بدنا ندقلك على البيت لازم والدك يسمعنا حكي. وبعدين بقى؟ أنا كتير آسف يا كوش، يا خجلتي منك. بس شو بدي ساوي؟ نزعلي علاقتي مع كل الناس، ما خلاني صاحي. لا لأنه إذا كل ما حدا اتصل فيك على البيت بده ياكل بهدلة مصيبة. كوتش أنت ليه بدأ على الأرضي؟ حاكيني واتساب من هون ليخلص الامتحان بس. ماشي صحيح، نسيتني شو بدي أقلك. أنا حكيت لك مع المخرج اللي بيجي بتدرب عندي المسويات بالنادي، وأمل لك شغل بفيديو كليب. روح إيش بهالنعمة. فيديو كليب؟ هلأ هذا اللي طلع معه؟ بدك يعني أرقص ورا المطربين؟ روّق سهيل روّق، مو من أول بدك تاخد دور بطولة. لك أخي اسمع مني، أنا بعرف بتبلش صغير وبتكبر، تعود على الكاميرا وعلى الناس وبيصير عندك رفقات. 500 على عيني. شو هذا يا منار؟ إيه لك كتير هيك عم تقدم نصائح فنية؟ أنا يعني خايف لتكون عم تقدم نصائح طبية كمان. يلا يعطيكم العافية حكيم. بالإذن. أهلين أهلين. شكرا على النصيحة. أهلا أهلا بالشباب. أعمل لي زورات. أعمل لي. يابا يابا لا يابا يابا لا يابا من شرتني الغزالة. الله يثبت علينا العائلة دي. شو قصتك جنين؟ والله يا حكيم تذكرت سهيل من جيراننا وهو عم يرقص هيك، تقول كل عمره بيرقص باليه. ليه عم تضحك؟ عم اضحك لانه ما ضل في حدا بهالحاره بدون راس غيري وغيرك. على فكره حكيم سهيل رح يصير مشهور. ها اوف، ودخلك عليه شو؟ بالرقص تبعه ولا على جماله وجاذبيته؟ ما بعرف، هيك شكله على حركاته بالفيديو كليب، ها بحسه انه رح يصير يعني فيك تقول ممثل مشهور. وإن شاء الله فكر أنت التمثيل إنه ما بده دراسة وتعب. كل شيء بده دراسة وتعب معلم، فهمت عليك، كله بالدراسة معلم. معلش أنا يعني أطلع كبل زبالة وبالمرة أشتري دي في دي مشان أتفرج على الغنية براحتي. ليش سهيل هو اللي عم يغني بهذا الدي في دي؟ لا معلم يعني ابن حارتنا وأول مرة بيطلع على التلفزيون بسطت له يعني. اسمع مني لا تشتري شيء، بكره رح يجيب لك لحاله دزينه، اصلا هو ما عامل شيء بعمره الا هي القصه بس. ولك انا ما قلت لك خفف وزن، لك بتأذي حالك، ما بصير ترفع وزن كثير من اول شهر، انا مشان مصلحتك عم احكي. اي بس انا بدي كبر عضلاتي فورا. قايل لك من الاسبوع الماضي عندي تصوير فيديو كليب على البحر اخر الشهر.
تعرف شو يعني؟ يعني لازم من هون لوقتها تكون كل عضلة بجسمي مفصلة تفصيل. أدوية منار ما عم تفيدني. مين؟ منار؟ لك شو فهمه؟ هاي مصلحتي أنا. مسيك هاد الكيس، مسيك لقلك، هاي مواد بانية للجسم، تاخد حبتين قبل الأكل. ومو بس هيك، استنى شوي، هاي وصفة بالأكل يلي لازم تاكله كل يوم، وبتدعيلي بإذن الله. روح. أول شغلة، أنا ما بحب الهرمونات، سمعت إنها بتضر. وتاني شغلة، كل هدول الأكلات يلي كاتب لي إياهم ما بحبهم، لا بحب البيض ولا بحب السردين ولا بحب الطوم. حبيبي أنت شو مفكرني نحات حتى أقدر بشهر زمان فصل لك عضلاتك تفصيل؟ بعدين هذا مو هرمون، هذا فاتح شهية فقط. شو بنا كوتش؟ شو بنا؟ شو مفكرني حمار؟ ليك شو مكتوب على العلبة؟ ايه مزبوط، فيها شوية هرمون وشوية منشط. بعدين هذا دواء، دواء بيساعد على استقلاب الغذاء داخل العضلة، يعني انت خد منه ما بضر، اذا ما نفعك ما بضرك، وعلى مسؤوليتي كمان. بس يا حكيم، قصدي يا كوتش. ايه حكيم، شو بيقول لك المثل؟ اسأل مدرب ولا تسأل حكيم. يعني انت مجربه بالنادي؟ كل اللي بالنادي عندي بياخد منه مني وجر، وفي كمان حموض امينيه وكربوهيدرات، بس اغلى من هداك بشوي، وانا بالنسبه لإلي بصراحه ما رضيت اوصف لك اياه، مشان هلا ما تفتح لي اياها، بضرني وبينفعني ومدري شو. يعني انت مجربه بالنادي؟ مجربه على 24، ومن بكره رح اجيب لك علبه معي بتاخد من التنتين سوا، وباذن الله باذن الله رح يصير جسمك احلى من جسم طرزان، وبتدعي لي. أحلى أبو السوس. ألف وخمسمية. معفاية إن شاء الله. مع السلامة. يسألك منار، هذا سويل شو قصته؟ كأني ما عم يدرس. يا مين يشوفه بالنادي الرياضي أو يشوفه بالمطعم اللي بتم الحارة؟ والله ما بعرف يا حكيم، بس ليش عم تسأل؟ يعني عضلاته هيك انتفخوا بظرف شهرين، أنا خايف يكون عم ياخد شيء. أنت عم تعطيه شيء بغيابي من الصيدلية؟ أعوذ بالله يا حكيم، أنا ما بعطي أي دواء بلا رشدته. أيوة. بعدين الحكيم عاد المؤاخذة شغلت لي بالي، مثل شو عم ياخد مثلا؟ تعرف روح عند قالوا يجي لعندي عاوزه أنا، يعني هذا الولد مو بصير ينترك هيك، وبعدين أبوك لي صاحبي، روح عنده. أبرك حكيم. الله معك. لك يلا سهيل، يلا خف شوي. مرحبا عم فايز. اهلين. تاخرنا، كان عم ياكل. اي والله كنت جوعان، لا تواخذني دخيلك. خير، قال عاوزني. لك ابني، لك ابني، معقول انت بظرف شهرين تعمل بحالك هيك؟ لك صاير جسمك مثل الرجل الاخضر. حلو ما؟ هي من الرياضه والاكل. لك انو رياضه هي اللي بتعمل هيك عضلات بظرف شهرين؟ بناء الاجسام. على فكره انت بدك بناء دماغ من اول وجديد. ها لك ليه عم تتمقلب هيك؟ لك ابني، لك ابني، معقول تترك دراستك مشان تعمل هيك عضلات؟ عميم انا ما تركت الدراسه، كل القصه انه ماني محضر منيح السنه فاجلتها للسنه الجايه. الشرط اقدم السنه وارساب يعني؟ ليك يا سهيل، انا من شوي حكيت مع الوالد وطلب مني شخصيا انه احكي معك، وهو متضايق لانك ما عم تكمل دراستك وحابب تاخذ البكالوريا السنه. والله وانا ناطف قلبي على ما اخذه، بس مو السنه، السنه الجايه. طيب وليش ما بتفهموا هذا الشيء؟ شو نبهت له؟ ليكو جاي وراي. منيح كثير، فوت فضي كرتونة الحليب الله يرضى عليك. يعطيك العافية حكيم. ليه؟ مور قال لي منار إنه بدك ياني. إيه والله، بس بدي لك شغلة، هلا أنت بتدرب كمال أجسام مو هيك؟ بناء أجسام، خليك دقيق حكيم. بدك لا تواخذني يا ابني، أنا ما عندي هي الثقافة الرياضية. هلا أنت قل لي شو حابب تعمل بالضبط، لياقة ولا بناء أجسام؟ الله يرضى عليك. يعني بعد هالكبرة جبة حمراء، الله وكيلك لا هيك ولا هيك، بس حابب استفسر منك عن كم شغلة إذا ما عندك مانع. ولو أنا تحت خدمتك، تفضل حكيم. يعني اللي بعرفه إنه سهيل ما صار له إلا فترة صغيرة عندكم عم يتدرب، ما شاء الله، يعني إمتى صارت عضلاته منفوخة هيك مثل البالون؟ هون الشطارة. بعدين نحن قلنا سمعة منيحة بين الشباب. صحيح، وأنا سمعت فيكم وسمعت عن هذا الشيء، بس أنا حابب أعرف كيف كيف. حكيم، الفروج بالمجنة بيصير وزنه كيليين بظرف 40 يوم، ونحنا منخلي ابن السنتين يصير بطل بجمال الأجسام.
لك برافو، برافو عليكم والله. بس انتو كيف عم تسووا هيك؟ بدك هي ما تواخذني فيه يا عم، هي اسرار المهنه وانا ما فيني خبرك عنها. لا لا، بالرياضه ما في اسرار، في صح او غلط. بالظاهر انتو عم تعطوهم معادن وبروتينات من عندكم وهيك. لا عمي لا، نحن ما بنعطي لحدا شيء. بعدين هي المعادن والبروتينات يلي عم تحكي عنها بتلاقي منها بالصيدليات يا سيدي، ومو بس بالصيدليات، بتلاقي منها على البسطات وموجودة وين ما كان. فالله يخليك لا تتبلانا من عند الصبح. هلا عفيف انتم رخصين من هذا الشيء. يا اخي حل عني بقى، الله يخليك. انا زلمة مو ناقصني مشاكل، تركني بحالي. اخي شو عملت لك انا؟ ليك عم تحكي معي؟ عم بتدرب بمصرياتي، والحبوب اللي عم باخده من عندك عم بدفعهم على دوز بارا، فشو المشكلة؟ المشكلة؟ المشكلة إنه فايز الصيدلي اليوم بعت وراي واستلمني وهات على أسئلة وأجوبة، أسئلة وأجوبة، بده يعرف شو عم تاخد حتى عم يكبر عضلاتك بهالشكل، فتركني بحالي الله يخليك. وإن شاء الله قلت له؟ لا ما قلت له شيء، وما بقى بدي أعطيك شيء، وحل عني بقى الله يخليك. جاي وجايب لك معي حق علبتين حبوب منشطات، سمعت إنهم بينفخوا العضلات بظرف شهر مزبوط؟ يا حبيبي يا سهيل، يعني بتعرف غلاوتك عندي، ما بحب زعلك. مسيك هالعلبة، بس لازم تاخد معهم حمود أمينية وكربوهيدرات إذا بدك عضلاتك بينفخوا أكتر بظرف شهر. مسيك لإلك، مسيك، خبيها دغري. وقديش تكلفني هالعملية كلها على بعضها؟ يعني بحدود 15,000 ليرة، وبخليك تصير مثل الفيل. بس وينك؟ أوعى حدا يضرب هاي الوصفة أبداً، إلا أنه أنا ما بعطيها غير للحبايب. حبيبي أبو السوس. لك عن جد الطلعة معك بتقرف، لك كل شوي شوي، حدا بياكل بهي الطريقة؟ اليوم أخذ نوع جديد من الحبوب، وهدول بيفتحوا النفس على الأكل. وهذا الدواء اللي بيسوي الواحد مثل البغل قديش حقه؟ 15,000. العمى، لك عم بيعوا العلبة ب10,000، عم يربح 5,000 في العلبة. حلو، معناتها بنصير بنجيبها من عندك دايركت، يعني فورا. قديه بدك تحسب لي العلبة بما أني صاحبة؟ بصراحة يعني أنت ما حتاخذ بالجملة مثل عفيف، رح بيعك إياها ب12، شو رأيك؟ أهلين أبو سهيل. لك طمني، شو صار مع سهيل مبارك بالليل؟ شو بدي أقول لك؟ لأقول لك يا أخ فايز، كان عم يتحمم. إيه فايز صرخ هداك الصوت، دخلت لعنده وشفت لك هديك الشوفة. اللهم اجعله خير. طيب إيه وبعدين؟ طالع له كتل فوق عضلات إيديه ورجليه، وأنا ما بعرف شلون حملته وأخذته على المستشفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الدكتور شو قال؟ يعني شو شخص حالته؟ قال هالكتل والأورام اللي انتفخت لازم له عملية فورا، وفعلا دخلوا له غرفة العمليات وقاموا له اياهم. بتصدق يا ابو سهيل، انا يعني انا عن جد لاحظت هيك في تغيير بشكله، ومشان هيك انا اتصلت فيك وخبرتك. شو الفايدة بعد ما وقع الفاس بالراس؟ اخذ هرمونات وبروتينات وصاير معه تضخم وكتل فوق العضلات، وإن شاء الله هاي الأورام. لا لا الحمد لله حميدة، يعني بيرجع بيطيب، بيرجع مثل الأول؟ إيه دكتور قال لي بيطيب، وضعه هلأ مو مخيف، بس كان ممكن يموت بأي لحظة نتيجة تأثير الأدوية. الله لا يقدر. أبو سهيل أماني، إذا لازمك شيء أحكي، بتعرف نحن أهل وأعز. بس أنا كنت بدي أعرف منك من وين عم بيجيب هالهرمونات ولا أدوية البانية للعضلات. هذا الموضوع اتركي يا إلي، أنا راح أعرف بطريقتي يا أبو سهيل. ماشي أخ فايز، شكراً لك. الله معك. كلا بخاطرك. مع السلامة. تبقى طمني عن سهيل. حكيم أنا مضطر روح شوي بعد إذنك. خليك هلا. دكتور بس. عم أقول لك خليك. ليك منار، بدي إياك تحكي لي كل شيء. أوعاك تكذب، بتعرفني منيحة. احكي لشوف. معلم أنا مالي علاقة، السبب هو عفيف، كل شيء صار من عفيف، بس أنا يعني أنا كنت وصيله واحد مهرب ويجيب له الأدوية. لك كل هذا الشيء اللي عملته وبس هيك؟ من شان الله يا معلم، والله ما دخلني، من شان الله سامحني، أنا مالي حدا بالدنيا غيرك، بوز إيدك. مرحبا عم فايز. أهلين سهيل، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمني كيف صرت؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله أحسن، عم بتحسن.
والله ما بعرف كيف بليت حالي هالبلوه. يلا منيح اللي انقضيت على هيك وما تأذيت أكتر. على كل اللي بلوك هالبلوة هاي لازم كلهم يتحاسب. بحب طمنك عميم، الشرطة عملت معي استجواب، عطيتهم اسم الأدوية واسم المدرب وعنوان النادي، وهلأ بيكونوا عم يتحاسبوا. بس كان بدي سألك عم منار وينه؟ قلعته. لا يا عميم، والله منار درويش ما بيستاهل. الدرويش محله مو بالصيدلية، الصيدلية بدها واحد واعي كان يستغل وجوده بالصيدلية لحتى يجيب أدوية مهربة باسم الصيدلية. على كل الشرطة هلأ عم تحقق معه. معه؟ لا ما والله مو قليل هالمنار. المختار لتبني حكى معي مشان شغله هون باعتباره يتيم الأب وأمه مريضة، شغلته عندي بس بالظاهر بعد ما توفت أمه فلت، ما عاد عنده لا ضابط ولا مين يحاسبه. الله يصلحه ويهديه. المهم رجع لك عقلك؟ رح ترجع على دراستك؟ عم فايز أنا بدي أسألك، كنت حس إنه كل ما كبروا عضلاتي يصغر عقلي، عندك شي دواء بيكبر العقل؟ هذا هو الدواء، ما عاد تتركه بحياتك. عم تسمعني؟ هذا الدواء. هاي التياب بتغير من أنوثة البنت؟ ليش لما البنت بتلبس تياب الكاراتيه ما بيعترضوا وبيقولوا معلش عم تدافع عن حاله؟ وليش لما البنت بتلبس شورت كرة القدم بيستغربوا؟ وين الغلط؟ بالتياب؟ بالرياضة؟ ولا فينا نحن؟ المشكلة إنه ما بصير تكوني مختلفة، بتكوني بنت بتلبسي فستان، هيك صح، هيك بتشبهي الكل. ما بصير تلعبي كرة قدم، تلعبي كرة سلة، كرة طائرة، شطرنج، بيمبون. لا تشبهي حالك ولا تكوني انتي، تكوني نسخة عن امك واختك وجارتك ومعلمتك. انا هيك، انا هيك بشبه حالي وما بشبه حدا. انا ليلى، بدي البس شورت، بدي العب كرة قدم. من هون بلش حبي للطابق والشارع. بذكر لما سمعتهم عم يلعبوا في شي ناداني، وقتها رحت ووقعت وانجرحت، خجلت كتير. بس هي هيك، لازم توقع مشان تعرف كيف تقوم ما ترجع توقع مرة تانية. أنا لقيت حالي فيها. شو قصته أبو حمدي؟ اليوم اتصل فيك مرتين، شو بده؟ لك حنقل لي عن ليلى انه هالبنت مو طبيعيه، وضبوها بالبيت عيب تخلوها تطلع لبرا، بس تطلع عم تجمع اولاد الحاره وتلعب معهم كره قدم. ايه بقص ايدي اذا مو عايش على ادويه الاكتئاب. لك هلا بغض النظر، بس معه حق. طيب هلا شو الحل؟ نترك البنت تروح من بين ايدينا؟ ما بعرف، والله ما بعرف شو بدك تتصرفي. انا معك، طاش حجري من البنت، ما عاد إلي خلق أحكي معا نهائيا. أبو ماهر، أنا عم فكر ناخذها لعند دكتور نفسي. تقبل؟ شو على كيفها؟ طيب شو رأيك أنا روح لعند الدكتور وأعمل استشارة وأحكي له عن وضعها، وإذا قال لي جيبها بناخذها لعنده. كمان فكرة، حق معك أبو ماهر. إيه؟ بدي أسألك سؤال، ولو كان هيك شوي غليظ. لا بس تحملني. ما بعرف بس عيش لهم بيسألك. لا تحكي عيب. أبو ماهر، كان في حدا بعائلتكم أنتو يعني هيك طائع الحياة، مصروع، انفصام شخصية، باركينسون؟ لا هدي هدي هدي، شبك طالعتي عيلتي كلها مجانية؟ لك أنا عيلتي ناس محترمين، دكاترة ومهندسين كلهم. لكن لمين جاية هالبنت مصروعة؟ شو عرفني عم تسأليني إليه؟ يعني إن ماهر صحيح عدم المؤاخذة، أنت المرحوم أبوك تتذكري تماماً أنه هو تجي هسه؟ إيه خلص ما حاجي، خلاص أبو ماهر، لا الله ما عطي. لك فكري في جعل قهوة؟ لا ما عطي. إيه بص عيدي إذا عيد كنت ما كلها مجانين، حتى عمك كانت تجي هسه عشان نسيتي؟ أبو
طمني، شو قال لك الدكتور؟ خليني اخذ نفس بالقبل وبعدين بقول لك. لك هلا احكي بعدين تاخذ نفس. قال بده ياخذ نفس. قال لي بنت ما فيها شيء. كيف ما فيها شيء؟ كل الناس عم يقولوا انه مو طبيعيه. قال لي البنت بما انه هي طبيعيه وما عندها ميول مختلفه فلا تقلقوا عليها. شو هالحكي هذا؟ معقول؟ لك تسوي فحصني وطلب انه يفحصك. يفحصني الي؟ ليش بقى؟ قال العيب فينا مو بالبنت. يعني هلا الجيران وانسات المدرسه كمان بده يفحصون؟ لك مو مهم هذا الشيء، المهم هي البنت شو بدها وشو حابه. كيف بدنا نحل المشكله اللي الحال؟ قال نلعب انا وياكي مع كره قدم. ايه لا بقى، هذا الدكتور على الاغلب بيقربك. تتذكر لما هديك المره قلت لك في حدا هيك واشش شوي عنده عرق جنان صح شخصي بهز وقت بيحكي بشي دقيق خلاص عم يحكي على اهلي لسه ما عنده قصه تانية يحكي فيها. لا حول ولا قوه الا بالله. منيح لي وافقوا عليك اهلي. بحب شوف الطاولة، أنا بحب ألعب ضمن فريق بالملعب، أنا بحب كل لعيبة. لعبة كرة القدم هي لعبة تعاون، لعبة شعبية، لعبة ذكاء، لعبة. بس مشكلة هاللعبة إنه أنا ما فيني ألعبها بالبيت، وبنفس الوقت أنا ما فيني ألعبها برا البيت. ليش؟ لأني بنت. ما حلك تفهمي. انت بنت مو شاب. ايه بعرف اني بنت ومن زمان كمان واسمي ليلى. لك يا فهماني، البنت بتختار رياضه ناعمه، يعني تنس مثلا، شطرنج، اما مو كره قدم. ماما انا بحب كره القدم وانا عم دور على نادي بدي سجل فيه وبدي صير احسن من ميسي. هلا سيسي ميسي انا ما بعرف، انت بكل الاحوال ما رح تلاقي نادي يدرب بنات كره قدم. حتى إذا ما لقيت نادي هاد ما بيعني إني أترك كرة القدم. رح نستأجر الملعب ونعمل فريق نتدرب فيه. شي حلو. لا عن جد شي حلو. ومن إمتى كنت تاخذي قراراتك لحالك؟ ها ليلي لشو؟ من إمتى لإمتى تدريباتي؟ من 7 للـ9. إيوه، يعني نهارك كله بيروح بين مدرسة وبين تمرين. لك إمتى بدك تدرسي أنت؟ بابا يومين بالأسبوع تدريباتي بس، ما حيأثروا على دراستي. ما في رياضة ولا في كرة في قدم. لك عيب عيب، أنت بنت. هذا قراري ومرعى ترجع فيه. وين العيب؟ شو علاقة العيب بكرة القدم؟ بس فهموني، كيف بيقبلوا إنه البنت تلعب كاراتيه وجيدو وما بيقبلوا إنه البنت تلعب كرة قدم؟ وين بنتي؟ لسه ما اجت من المدرسة؟ أكيد بتكون على الطريق. العمى شو هالعمى اللي عملتها؟ لك فضحتنا، عملتنا جرصة قدام الناس. خير، شو عاملة كمان؟ اليوم مديري طلبني على مكتبه وهددني. قال لي يا بتسجلوا بنتكم بنادي رياضي لكرة القدم يا إما بتترك الشغل. ومديرك شو عرفه بقصتنا؟ إما جنابة مبارح عملت بس مباشر من البيت، ما ضل حدا ما شافه. لا حول ولا قوة إلا بالله. هلأ إذا بقول لك مين إجا لعنا شو بدك تقول؟ مين إجا لعنا؟ إجا وفد من منظمة المرأة العالمية وقالوا لنا اتركوا البنت تلعب. إيه والله، لخلي الكف يلعب برقبتها لعب، ما ناقص إلا الأمم المتحدة تجي على بيتي. حما بدي أقطع عنا النت وبدي أمسع رقبتها. تمسع رقبتها؟ ما هو هذا المرض له علاقة بعائلتك؟ كم مرة ست قايلت لك في صرع بعائلتك؟ في حدا بيهز هو وعمال لا خلص لا بقى لا تحكي على أهلي. خلصينا بقى يا أخي. إيه؟
يا ماما قلت لك ما بدي اروح معك. يا بنتي امشي روحي معي لبيت ام حمدي، بركي ابنها بينعمى على قلبه وبيطلبك. قلت لك ما بدي اتجوز. شو بدك تساوي لك؟ ها بدي كفي دراسه. ايه خلص روحي روحي اعملي اللي بدك اياه، امري لله رح اروح لحالي. الحكم نقض الجول، اعتبره تسلل، بس الهدف صحيح ما فيه تسلل. لك وطوا صوتكم وطوا صوتكم، العمل قطع نفسي والله. بابا الهدف ما فيه تسلل، هات الحكم نازل الغوم من الفيفا. وينك؟ تصور بابا بده غير نتيجة المباراة بأي طريقة، بس بالنهاية رح نفوز. هاد ظلم ما بصير. وين عمكن؟ عم يسألكن وين عمكن؟ بابا انت بتعرف ان نيمار مباع باكثر من 240 مليون يورو؟ عنجد؟ وكريستيانو ما جاب اكثر من 150 مليون يورو. وشو بقدر اساوي انا؟ اشتري لك اياه يعني؟ لا بس بدي اياك تعرف انه انا بكره رح اجيب سعر اكثر من كريستيانو ونيمار. جيبي لي علامات عالية وبكون انا ممنونة. بابا العلامات ما بتجيب مصاري، بعمرك سمعت حدا جاب علامات عالية ومباع؟ ما حدا بيشتريه. ابي سمتي ورتاني ستي. ماما عند ام حمدي ما تقول الا رجعت. لك لازم نلاقي حل لهالجنان. شهر بيتابعولي دوري انجليزي، شهر دوري اسباني، شهر الدوري الالماني، شهر كاس الامم الاوروبيه، لك والله مو حل. كل الناس بيتابعوا المباريات، مو بس ولادك. ايه بس مو بجنانهم ولا بالادمان تبعهم. بكره بنتك بس تتجوز بتنسى قصة الرياضة، تلتهي بحياتك، الحياة بتنسيها كل شيء. ما شايفة؟ الأرسال صافين قدام الباب بالدور؟ إيه أنت كمان، اتلحلح، روح دور لها على ابن الحلال. لك شو عم تجني أنت؟ يعني تصور إنزل أنا على الشارع عليه بنص الشارع أقول يا عالم يا هو في عندي بنت دجاجة، مين بيتفضل يجي يخطبها؟ شو فيها دخلك؟ لا هلا عن جد مالي شاكة متأكدة إنه في حدا بعيلتك واشش. لا تجيبي سيرة هالكي على لسانك. ها؟ حاجي أبوكي وقت بيحكي على هز. لا لا تجيب سيرة أهلي أوعك. ها بحكي عن أخواتك وأمك. ها لعبة كرة القدم هي رياضة للرجال، بس في فريق سوري من حلب كسر هذا التقليد وأنشأ أول وأقدم فريق نسائي بالشرق الأوسط. يعني نحن عم نعيد تأسيس تقليد كان موجود عنا أساسا. بدي دعمكم. أنت عم تعملي بس مباشرة يا بابا، ضروري العالم كلها تعرف شو في بيتي. بابا بارك لي، عملت قناة على اليوتيوب. لك حبيبتي طيب ليش ما بتفكري تنجحي بشغلة تانية؟ بالموسيقى، بالفن التشكيلي، بالرسم. هلا لو كنت عم بلعب كرة سلة ما كان عندكم مشكلة، بس كرة القدم ما كنتوا تهضموها. هلا كنت عم قول انه كان عندنا بسوريا بحلب أقدم فريق نسائي عم 1950، يعني الشغلة ما أنا جديدة. طيب خلص مثل ما بدك. ليلي لشوف شو اسم قناتك على اليوتيوب لحتى سجل لك اعجاب. كنت عم فكر سميها ام قشعم، بس حسيت الاسم غريب شوي. ام قشعم؟ شو يعني؟ يعني انثى النسر، بس انا سميتها شيهانه، يعني انثى الصقر. ام قشعم، شيهانه. لك سميها بالمره ام 44 على اسم امك بيكون احسن. تعالي هون يا بنت، تعالي شوف جارتنا قالت لي انه شافتك واقفه مع شاب بيتم الحاره. مين هو هذا الشاب؟ شو اسمه؟ بيشتغل ولا ما بيشتغل؟ بيقبض ما عاش بيقبض؟ ماما هذا عنده بيت ملك ولا لا؟ تخبي علي. ماما ابن خالتي محمود عزمني عن خطبه. ابن خالتك؟ ايوه قلتي لي ابن خالتك. وامتى بدي اطمن عليك واشوفك ببيت جوزك؟ ماما حبيبتي بتطمن علي لما بصير لعبة مشهورة، بتطمن علي لما اجيب شهادة جامعية. زواج بيجي بعدين. لك يا بنتي أحلى شهادة هي اللي بتكتبيها عند كاتب العدل يوم عرسك. ماما أنت بتحبي ترسمي لي على عريس، أنا بحب رياضة، بحب أرسم خطط دفاع، خطط هجوم. أنا بحبكم مثل ما أنا بدي، ليش بدك يعني يكون مثلكم؟ مثلنا؟ ليش بنا نحن؟ مو بني آدمين؟ طمني شو صار بموضوعنا؟
ان شاء الله لقيت ابن الحلال لبنتك. بتعرفي اول مره بوافقك على طرح، يعني جد هالبنت ما يمشي حالها بلا ما تتجوز. بس والله الصراحه ما خطر ببالي حدا. كيف يعني؟ رامي ابن اخوك؟ ابن اخوي راعي جيش من شهر. شو هالحكي؟ ايه. طيب محمود اخوه لجارتنا؟ لك مسافر على المانيا هذا. ايوه. طيب شو رايك بناجي؟ ناجي؟ يا سلام. في ولا ناجي؟ لا تعرفته؟ هذا ناجي بيشجع فريق بايرن ميونخ. يعني بدك اياه يتلتف هو والبنت؟ ما حرق قلبي على بنتي. هالبنت مثل قطة مغمضة، كيف بدها تلاقي نصيبها؟ لا تخافي عليها، مثل ما كنتي انت قطة مغمضة ولاقيتي نصيبك بابن الحلال، بكره بتلاقي نصيبك كمان، بلا تخافي. ولي على قلبي، نصيب بنتي بده يكون مثل نصيبي؟ ولي على المصيبة، خاصة إذا جوزها في حدا بعائلته فيه وشه. لك شو ها؟ لك شو ها؟ لك كم مرة حكينا لعب طابة بالبيت ما في؟ لك اتركوني ارتاح ساعة بس بعد الدوام. حاضر بابا. لا تروحي عاوزه. تعالي شو. بابا بدي اياك تجاوبيني بصراحة. ونحن دائما يعني صريحين مع بعض وما تخجلي مني. تفضل بابا. يعني مانك معجبة بشي حدا هيك من رفقاتي؟ مبلا في. حلو. وشو اسمه؟ اسمه محمد. ايوه. ومن بيت مين بابا؟ صلاح. محمد صلاح. ها؟ وشو بيشتغل؟ لاعب كرة قدم. أنا بعتذر بابا، كنت لازم أعرف لحالي. في عمر السومة. وشو قصته؟ كمان بحبه. خلص لا تكملي بقى، أنا لازم لاقي حل. غيابي عن البيت فترة طويلة هو اللي خلى الأمور تفلت من إيدي بهذا الشكل. ربي قلتي لي بنتك قطة مغمضة؟ ليش خير شوفي؟ هلا كنت عم بستدرجها بالحكي. قلت حابة اثنين. شو هالحكي؟ اثنين؟ شو بعرفني هيك قالت لي، بقى روحي فهمي منها شو القصة، وإذا طلعوا أوادم وأولاد ناس، خليه يجي واحد منهم يطلبها. لك السلالة ما خبرتني، مين هن هدول اثنين؟ في واحد قالت لي اسمه سو؟ شو؟ سوما؟ سو إيه؟ اسمه عمر السومة، والتاني اسمه محمد صلاح. تقبر قلبي، شو ثقافتك الرياضية عالية. لك هدول لعيبة كرة قدم. لك بعرف لعيبة كرة قدم، قالت لي. ايه طالما قالت لك، مو بس بنتك بتحبهم، كل الناس بيحبون، يعني مثل نجوم السينما والتلفزيون. بتعرف انا هلأ مو شاكة، صرت متأكدة انه في حدا بعيلتك مصروع هيك مقطوع عرق جنان دراسه. مستحيل. أكيد، لأنه وقت بيحكي كله بيهز وبيجي السرعة. ضيوف بنتك زادوا اثنين من الاتحاد الرياضي. يلا شراب، ترك الموبايل، شراب قهوتك بسرعة مشان تروح تجيب فراريج مو حلوة يطلعوا من عنا بدون قدر. مو حلوة بخيلك شي طنجرة رز وفرشي فوقهم فروج وجيب لك كام علبة لبن وخلصنا. شو هالحكي؟ هاي الطبخة اللي عم تحكي عنها بدها ساعتين لحتى تخلص. حاضر حاضر، تكرم عينك لحتى شوف آخرتها معك انت وطلبات بنتك والرياضيين أصحابها. ايه هلا لا تنسى تجيب معك حمص، مو واحد شي عشرة جيب، وبدنا اثنين كولا. ايه ومع بطاطا مقلية مو حلوة لأنه فريك أحسن ما تزيد طلبات. ايه يلا الله معك. بابا نحن اجيت بكير، روح على البقى جيب كم كيلو موز، كم كيلو تفاح، كم كيلو برتقال. اوف اوف، ليش كل هالقد؟ مين في عنا؟ بابا اجاني وفد من النادي الرياضي عم نناقش تأسيس فريق نسائي بكل منطقة.
لك يا بنتي روحي لعندهم ناقشوا، يعني ضروري يجوا لعندنا ويونسونا. بابا قلعهم يعني حلوة يطلعوا بالضيافة؟ لا مو حلوة طبعا، مو حلوة. أمرك أنا، أمرك أنا. أبو ماهر، يا أبو ماهر يلا قوم قوم، حاجتك نوم، قوم روح مشان تجيب لنا ضيافة. يلا قوم بسرعة، يلا قوم. ليش مي جاي لعنا من الصباح؟ جاراتي بالبناية. يلا قوم سرعة، يلا يا شحرة هون، قوم سرعة وان خلصني. مو حلوة الزيارات من على لك. قوم يلا. الجماعة جايين يعملوا قيمة ويباركوا لبنتك باعتبارها أول مدربة لفريق كرة قدم نسائي. خلاص خلاص، ضيفيهم أي شيء موجود بالبيت، خلصينا بقى. شو هالحكي اللي عم تحكي أنت؟ الجيران وشنا بوشهم كل يوم. قوم خلصني بقى، خلصني. ضحكتني وحده وتقالي بدي نام عندك يا طاط. ما لها قلب تروح من هون. شو انبسطت فيهم حبيبات قلبي؟ طمنيني، الوفد اللي جاي كم واحد؟ عشرين واحد. عشرين واحد ممتاز. بلاصي ابو ماهر اسمعوني، ما شاء الله صاير بيتنا مثل مضافع على فريق كرة قدم داخل وفريق كرة قدم طالع. الحمد لله، ولا احلى من هيك. وبعدين يعني شو يعني؟ راح يجي وفد جديد. الله شو يعني سير؟ بابا نسكر الباب وش الضيوف يعني؟ لا تعزمي راضيين لعنا على البيت. لا تنعزمي ولا تعزمي حدا لعنا، لك نحن مو خرج نعزم حدا. شو هالحكي يا ابو ماهر؟ ابنتك صارت مشهورة. اجاني عرض من فريق عالمي، انا بدي بيعك. بدك تبيع بنتك؟ اشو كريستيانو احسن منها؟ عن جد بابا بدك تبيعني؟ لك يا هبلة، نحن ما منبيع اللعيبة تبعنا. يبعث لك على المزحة السئيلة. أمي نحن منعتذر منك إنه نحن بالبداية كنا ضدك، بس هلأ بعد ما إصرارك كان كتير قوي، نحن هلأ منفتخر فيكي.